ما حكم صلاة المرأة أمام الرجل؟ هل يجوز ذلك أو لا؟ لا يجوز هذا إذا كان في مكان واسع، لا يجوز لها أن تصلي أمام الرجل لأن هذا يسبب الفتنة. وأما إذا كان المكان ضيقا وزحمة، مكان مزدحم، فهذا يكون باب الضرورة، مثل حالة الناس في الحرم، المسجد الحرام، أن هذا لا يمكن التحرز منه. أما في المكان الواسع والمكان الاختياري فلا يجوز للمرأة أن تصلي أمام الرجل، وإنما موقف المرأة تكون خلف الرجل أو خلف الرجال، لأن النساء كنا يصلين خلف الصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أخبروهن من حيث سخرهن الله. نعم، جزاكم الله خيرا.